القروش تحمل في طياتها الكثير من الأسرار والحقائق المدهشة التي قد لا يعرفها الكثيرون. من أغرب المعلومات عن القروش هو قدرتها الفائقة على الشم، حيث يمكن للقرش أن يشم قطرة دم واحدة في حوالي 25 جالوناً من الماء، ويمكنه كشف وجود الدماء من مسافة تصل إلى ربع ميل. كما أن القروش تجدد أسنانها بشكل مستمر طوال حياتها، ويمكن لبعض الأنواع أن تفقد وتستبدل أكثر من 30,000 سن خلال حياتها. أيضاً القروش لديها ما يعرف بالخلايا الكهروضوئية في أنوفها، تمكنها من الكشف عن الحقول الكهربائية المتولدة بواسطة الحيوانات الأخرى، مما يساعدها في الصيد. بالإضافة إلى ذلك، القروش من الكائنات البحرية التي كانت موجودة قبل الديناصورات بمئات الملايين من السنين، مما يجعلها من أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض،